بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد كمان. الجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في النهاردة شبورة مائية صباحية هتكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق. كمان في النهاردة فرص لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى على مناطق متفرقة وفترات متقطعة. أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على الوجه البحري ومدن القناة وسيناء والسواحل الشمالية الغربية. أمطار متوسطة كمان على السواحل الشمالية الشرقية هتكون رعدية أحياناً. نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن إحنا شايفين شوية تقلبات في الجو، الصبح بدري الجو شوية برد، مائل للحرارة على أول النهار، مائل للبرودة على آخر الليل. أنا شخصيا شايفة إن الجو رائع جدا، بس حضرتك ممكن تقول لنا تفاصيل عن أحوال الجو النهاردة. بالفعل هي الاجواء الخريفيه اللي دايما كده بيبقى فيها تقلبات جويه حاده وسريعه، واختلاف درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل، بيبدا الفرق في درجات الحراره يزيد بين فترات النهار وفترات الليل كل ما تقدمنا اكثر في فصل الخريف. يمكن من اخر تحديثات صور الامراض الصناعيه وخرائط الطقس هيكون اليوم فيه استقرار تام في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه. فرص الامطار هتتلاشى من المناطق الداخليه وتنحصر فقط في السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات شمال الوجه البحري، وهتكون أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية وعلى فترات متقطعة من اليوم. وإن محافظة دون الأخرى هي المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، بالإضافة كمان درجات الحرارة تظل حول المعدلات أو أعلى من المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت من العام، عظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية خلال فترة النهار. فبالتالي هتظل الأجواء الخريفية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، طبعا محافظات كمان شمال الصعيد وجنوب سيناء، أجواء معتدلة تماما على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد ده خلال فترات النهار وتحديدا مع شدة الإشعاع الشمسي وقت الظهيرة. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة، بيكون ملموس أكثر ومحسوس في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر، فترة الصباح الباكر، الأوقات دي درجات الحرارة بتنخفض بشكل كبير، أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير، المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة. وزي ما قلنا في الأول فرق درجات الحرارة بين النهار وبالليل بيتجاوز أحيانا ال 11 وال 12 درجة مئوية في بعض المحافظات، بالإضافة كمان دايما مع الاستقرار في الأحوال الجوية الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير، ويمكن احنا ملاحظينها خلال الأيام الماضية ومتوقع أنها تستمر معنا كمان على مدار الأيام المقبلة، يمكن حتى منتصف الأسبوع القادم تظل الشبورة المائية الكثيفة هي الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير، وبتظهر طبعا على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. ممكن أحيانا توصل لحد الضباب، يعني انخفاض في الرؤية الأفقية بيوصل أحيانا لأقل من 1000 متر في بعض المناطق، ومع تكون الشبورة المائية بيكون في ساعات الليل المتأخر اللي هي الشبورة المائية الكثيفة تقريبا 3-4 الفجر تستمر معانا حتى سطوع أشعة الشمس، يعني مع الساعة 7-8 صباحا تدريجيا الشبورة المائية بتبدأ في التلاشي، الرؤية الأفقية بتبدأ تتحسن على أغلب الطرق. يمكن احنا على مدار الايام المقبله ان شاء الله متوقع استمرار الاستقرار في الاحوال الجويه، تلاشي فرص سقوط الامطار من على كافه المحافظات، واستمرار وجود الشبوره المائيه مع درجات حراره طبعا اعلى من المعدلات الطبيعيه بمعدل من 2 لـ3 درجات. عشان كده مهم بس ننصح كل الساده المواطنين لازم ناخد بالنا من فرق درجات الحراره ونوعيه الملابس لو بنخرج فتره الصباح الباكر او ساعات الليل المتاخر. مع الشبوره المائيه الكثيفه مهم جدا ناخد بالنا، لازم نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، تكون القياده بهدوء تام وحذر شديد، ونتبع طبعا كافه تعليمات المرور، ودايما احنا في فصل الخريف لازم نتابع النشره الجويه بصوره يوميه. تمام، بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي هنتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده في القاهره والمحافظات، وهنبدا من القاهره درجه الحراره العظمى 30 والصغرى 23،
وفي العاصمة الإدارية 31-22، الإسكندرية 27-20، والعلمين الجديدة أيضا 27-20، مطروح 26-19، ودمياط 28-23، بورسعيد 29-24، والإسماعيلية 31، والصغرى 23. في السويس درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22، وفي العريش 30-22 أيضا، كاترين 26-13، طوبة 30-22، حلايب 28-23، وشلاتين 31-24، شرم الشيخ 32-24، والغردقة 31 والصغرى 23. أما في الفيوم فدرجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22، وفي بني سويف 31-21، في الوادي الجديد 35-22، وفي أسيوط 32-19، سوهاج 33-20، وإنا 35-22، الأقصر 35، وأسوان 36-23. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة تانية لمحمد ومنى ومتابعة باقي فقرات صباح الخير. شكرا جدا هلا على الجولة المفصلة الخاصة دي اللي احنا شفناها معاكي.